أعزائي أحبائي، لا أخفي عليكم أن النادي يواجه عدة تحديات ومعوقات، بعضها يمكن تجاوزها والبعض الآخر تحتاج إلى تضحيات وتكاتف من قبل الجميع. سنحاول نحن أعضاء مجلس الإدارة وبمساندتكم التغلب على كل تلك المعوقات، والتي أذكر بعض منها: الوضع المالي، نحتاج إلى أفكار وآراء منكم جميعا للتغلب على هذه المعضلة. من ضمن التحديات أيضا استكمال المرافق الرياضية وغياب المصادر المالية المستديمة وعزوف أفراد المجتمع وخاصة المثقفين منهم وأصحاب الكفاءات عن العمل في النادي، وأخيرا بقاء النادي في الدرجة الثانية في دوري كرة القدم لفترة طويلة. نحن معكم متأكدين أننا سنتغلب على كل التحديات ونحقق الطموحات التي يأمل فيها أبناء المنطقة لتحقيقها. أعزائي، دعونا ننسى الخلافات، دعونا نطمح، دعونا نحلم بالنهوض بهذا النادي العريق وبمنطقتنا الحبيبة، ونرتفع في صفوف الأندية الكبار، كبار الأندية. لدينا القدرة، لدينا الكفاءات، ولدينا الطموح، ولدينا العزيمة. فدعونا نضع يدنا بيد ونحقق الآمال التي كنا نأملها. أعزائي، هذه كلمة بسيطة أردت أن أوصلها لكم، ولنا لقاء إن شاء الله. أوعدكم بأن العمل في النادي في مجلس الإدارة سيكون بكل شفافية، سنخبركم بكل ما نعمل في مجلس الإدارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.